الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. عود كريم مع أهل القرآن، مع الذين رفع الله قدرهم وأعلى منزلتهم. شيخنا اليوم قال الشيخ محمد الصيفي: الشيخ رفعة موهبة من السماء، والشيخ علي محمود أحدث انقلابا في عالم الإنشاد، وهذا الشيخ هو الباكي الذي يصل إلى القلوب مباشرة.